فكر في الأمر، إن كان كل شيء قد بدأ بانفجار عظيم، فما الذي تواجد قبل ذلك؟ ما حجم كوننا إن كان يستمر في التوسع؟ هل سيتوقف عن التوسع في المستقبل؟ لا نعرف سوى القليل حول الفضاء اللامتناهي، لكن بعض العلماء قدموا بعض النظريات المثيرة للجدل. أولاً، رحلة قصيرة إلى الماضي البعيد. قبل 100 عام فقط اعتقد الناس أن الكون تألف بالكامل من مجرة واحدة فقط، درب التبانة، ولم يعرف العلماء عمر الكون أو إن كنا نعيش في جزء واحد صغير منه، ولم يعرف الناس نظرية الانفجار العظيم. أول شخص لاحظ وجود عدد لا يحصى من المجرات الأخرى والسحب بين النجوم إلى جانب مجرتنا كان إدوين هابل. أجل سمي مسبار هابل على اسمه. توصل إدوين إلى أن بعض الأجسام شاسعة البعد لأن تكون في درب التبانة، ثم اكتشف لاحقاً أنه كلما بعدت المسافة من الأرض زادت سرعة ابتعاد المجرة عنا، ويعرف هذا بقانون هابل، ويعني أن عالمنا يتوسع باستمرار. ثم برز السؤال التالي: أين بدأ هذا التوسع؟ باستخدام معادلات رياضية معقدة لا أستطيع حتى البدء في وصفها، قام العلماء نوعاً ما بإعادة الوقت إلى البداية، ثم اكتشفوا أن انفجاراً ضخماً قد يكون سبب التوسع، وبالتالي حصلنا على نموذج الانفجار العظيم. تعد نظرية الانفجار العظيم من أكثر التفسيرات المقبولة لأصل كوننا، وتفيد بأنه قبل حوالي 14 مليار سنة كان كل شيء مضغوطاً بشدة في نقطة واحدة شديدة الحرارة والكثافة. لم تكن هناك نجوم ولا ذرات ولا فضاء أو وقت، لم يكن هناك سوى العدم، وفجأة بدأت تلك النقطة في التوسع أو التمدد، وفعلت ذلك بسرعة فائقة. فكر في الأمر على النحو التالي: في غضون جزء صغير جداً من جزء من الثانية تضاعف حجم الكون 100 مرة تقريباً، وفي غمضة عين نمت تلك النقطة الأولية من حجم الذرة إلى المسافة بين الشمس وأقرب النجوم، ومع زيادة مساحة الكون انخفضت درجة الحرارة. قامت جزيئات صغيرة من الضوء والطاقة بتشكيل ذرات، وتجمعت تلك الذرات معاً وبنت الكون الذي نعرفه ونعيش فيه. السؤال التالي: من أين أتت تلك النقطة الصغيرة؟ وما الذي تواجد قبلها؟ حسناً، ربما لم يكن هناك أي شيء على الإطلاق، ومثلما لا يستطيع عالم الفلك النظر إلى الأجسام الكونية بدون تلسكوب قوي، فإن علماء الفيزياء لا يملكون أي أدوات لفهم ما كان موجوداً قبل الوجود، ولا يمكننا في الواقع استخدام كلمة قبل، لأنه في تلك المرحلة لم يكن الوقت موجوداً حتى. وفي الوقت الحاضر يمكن لعلماء الفلك رصد جزء واحد فقط من الكون، وقد يكون الكون الحقيقي أكبر 250 مرة مما يمكننا رؤيته. ولو سافرت من حافة الكون المرئي إلى الطرف الآخر بسرعة الضوء فستستغرق الرحلة 93 مليار سنة، لكن كل شيء ستراه من النجوم والكواكب والسدوم والمجرات وكل ما يخطر ببالك يشكل 5% فقط من كتلة الكون، ويبدو أن الباقي عبارة عن مادة مظلمة وطاقة مظلمة. توصف المادة المظلمة في الغالب بأنها الغراء الذي يبقي كوننا متماسكاً، لا تمتص هذه المادة الضوء أو تعكسه أو تصدره، لذا فإنها غير مرئية تماماً، لكن العلماء يعلمون بوجودها لأنهم يرون آثارها على الأجسام الأخرى المرئية. يشبه الأمر نوعاً ما الرياح، فأنت لا تستطيع رؤيتها، لكن يمكنك أن تلاحظ أنها تهب على الأشجار. تشكل هذه المادة الغامضة غير المرئية 27% من كوننا. إن كانت المادة المظلمة هي الغراء، فإن الطاقة المظلمة هي مثل اليد التي تحاول تمزيق كل ما يبقي هذا الغراء متماسكاً، وأنت تعرف أن كوننا يتمدد في الحجم منذ الانفجار العظيم، لكن العلماء لاحظوا أن الكون لا يكبر بمعدل ثابت، وأن التوسع يزداد بسرعة. والطاقة المظلمة هي تلك القوة التي توسع حجم الكون بشكل متزايد وتشكل 68% من محتواه. إن كنا لا نستطيع معرفة ما وراء الكون المرئي، ولا يمكننا حتى رؤية 95% من الوجود، فعندئذ لا يسعنا سوى وضع نظريات حول ما تواجد قبل الانفجار العظيم.
نظرية التضخم الكوني. يدور جوهر هذه الفكرة حول مفهوم الفراغ غير الحقيقي. ببساطة، تخيل أنك تسحب مادة مطاطية يقاومك الشد ويتقلص المطاط. يمكنك الاستمرار في تمديدها، لكنها ستقاوم الشد طوال الوقت وستحاول العودة إلى حالتها الطبيعية، وهذا يجعل الفراغ غير الحقيقي غير مستقر البتة. فهو يضمحل باستمرار إلى فراغ حقيقي وطبيعي، وأثناء الاضمحلال يجب أن تذهب كل هذه الطاقة إلى مكان ما، لذلك فإنه يتوسع وحسب. الانتقاء الطبيعي الكوني. يقترح مؤيدو هذه النظرية أن ثقباً أسوداً منهاراً أنشأ كوننا، والذي يحتوي على ثقوب سوداء والتي أنشأت فيما بعد ذلك أكواناً أخرى على الجانب الآخر. ومع كل إنشاء يختلف الكون قليلاً عن الكون الذي تواجد فيه الثقب الأسود. نظرية الأكوان المتعددة. يدعي المؤمنون بهذه النظريات أننا نتعامل مع سلسلة من الانفجارات العظيمة، وهذا يعني حتمية وجود أكوان متعددة تنشأ في كل لحظة، كما يعني ذلك أن هناك عدد غير محدود من الأكوان المتوازية، حيث توجد آلاف النسخ من جنس البشر. حسناً، نحن نعيش في أكوان متعددة أنشأها الانفجار العظيم من فراغ غير حقيقي. من أين تأتي كل الطاقة لولادة كون جديد؟ رغم أن النظرية معقدة، إلا أن الإجابة بسيطة إلى حد ما. لا توجد حاجة للطاقة لإنشاء الكون، لأن الطاقة الكلية له هي صفر. تأتي الأكوان بشكل عشوائي من العدم، مثل الفقاعات في قدر يغلي. نظرية الكون المنهار. تقول هذه النظرية إنه بعد مليارات السنين من بدايته انهار الكون السابق وانفجر إلى كوننا الحالي. وإن أعجبتك هذه الفكرة فستسعد بوجود ألبرت أينشتاين في صفك. تدور فكرته في أن الكون قادر على النجاة من حلقة لا تنتهي من الانفجارات والانكماشات العظيمة. وإن كانت هذه الفكرة صحيحة، فإن الانفجار العظيم لم يكن حدثاً فريداً، بل مجرد انفجار واحد من سلسلة من انفجارات أخرى. لو كانت هذه النظرية صحيحة، فلا يزال هناك سؤال واحد متبقي: من أين أتى الانفجار الأول في السلسلة؟ لا أحد يعرف الإجابة. ربما كان الكون موجوداً دائماً، ولكن أدمغتنا تواجه صعوبة في تخيله. قال ستيفن هوكينغ ذات مرة إن محاولة فهم ما تواجد قبل الانفجار العظيم تشبه محاولة معرفة ما يوجد جنوب القطب الجنوبي. وإن كان أينشتاين محقاً، فإن الكون لن يستمر في التوسع إلى الأبد. في مرحلة ما سينكمش كل شيء نعرفه، ثم سينهار لإنتاج كون جديد. يسمى هذا الحدث الانكماش العظيم. لكن الخبر السار هو أن بحثاً علمياً قد أثبت أن هذه النظرية غير صحيحة، وفي الوقت الحالي لا يزال توسع الكون يزداد سرعة، لذا لا داعي للقلق. نظرية الأوتار. كان يفترض بها أن تكون النظرية التي تجمع كل الأجزاء معاً، لذا فإنها تسمى نظرية كل شيء. يكمن جوهر نظرية الأوتار في فكرة أن العالم من حولنا يتألف من أوتار متناهية الصغر في حالة اهتزازية. لكن حتى تعمل، فإن الكون يحتاج إلى 10 أبعاد: 9 للفضاء و1 للوقت. أين تكمن المشكلة؟ لدينا 3 أبعاد فقط: الطول والعرض والعمق. تبدو غريبة، لكن حسابات هذه النظرية صحيحة بالفعل. قد لا تفسر ما تواجد قبل الانفجار العظيم، لكن ربما سيعثر العلماء على طريقة لاستخدامها في المستقبل. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.